حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنطلع عليكم مع مجموعة من الأخبار والمواضيع وأيضا كافة طبعا الفعاليات التي تقام في جميع إمارات الدولة بشكل عام. ومن إمارة الفجيرة طبعا مطلع الشمس نطلع عليكم بأخبارها الجميلة، وأكيد إن شاء الله راح يكونون خلال برنامجنا مجموعة من الضيوف بنتحدث فيها طبعا في هذه الفقرات عن الكثير من المواضيع التي تهم المجتمع والأسرة والفرد أيضا. مشاهدين الكرام، يتوقف زوار مهرجان الشيخ زايد التراثي عند التمازج الحضاري اللافت بين الموروث الإماراتي وموروثات الشعوب الأخرى التي تستضيفها منطقة الوثبة حتى 26 من يناير الجاري، ويظهر ذلك بوضوح في عدد من الأجنحة التي تعتمد في معروضاتها على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي ما زالت منتشرة فيها حتى اليوم. وكما يحرص المجتمع المحلي على الهوية الوطنية وانطلاقا من تعريف الأجيال طبعا بحياة الأجداد، تتباهى دول مثل الصين وأذربيجان وطاجكستان وبالتأكيد على صورتها الأصيلة المتجددة. وهنا تتداخل عناصر التراث على منصات متقاربة في إشارة إلى مبدأ نشر الثقافات المتعددة بين الأفراد من السكان والضيوف، مما يؤكد شعار المهرجان في موسمها الحالي الإمارات ملتقى الحضارات. أفكار هادفة يعتمدها مهرجان الشيخ زايد التراثي من خلال عرض منصات محلية داخل أجنحة الدول المستضافة بهدف تبادل الثقافات ونشر الوجه الحضاري الذي ينعم به المجتمع الإماراتي. والجناحان الصيني والأذربيجاني في مهرجان الشيخ زايد التراثي لفتا أنظار الآلاف من الزوار لما يضمنه من منتجات ومعروضات متميزة تعبر عن موروث وثقافة الشعبين وأهم الحرف التقليدية التي يمارسها أبنائهما. وبداية الجولة أكيد من الجناح الصيني الذي يعرض أهم منتجات بلاده في الوقت عينه يضيء في جانب منها على البخور والعطور الإماراتية. ومن هنا يتعرف الزائر إلى أنواع الشاي الأخضر المستخرجة من طبعا جبال نانسان، وأيضا والتي تحضر بأدوات وطقوس تقليدية، وتعرض مجموعة من أيضا الأعشاب الطبية المستخدمة في الطب الشعبي والطب البديل في عدد من المناطق الصينية، ونماذج أكيد من الأدوات الشعبية المخصصة لعلاج السكر والمعدة والضغط والتي تتميز بعدم وجود تأثيرات جانبية. ومن المعروضات قطع لافتة من الملابس القديمة والحديثة التي تعبر عن الثقافة الصينية، ولا سيما زي الهانفو التقليدي لقبائل الهان والذي أصبح فيما بعد زيا رسميا في الصين، وكذلك زي تشونغ سام الذي يعد من الملابس العصرية النسائية ويكشف الجناح تعاليم من ثقافة الطعام عند الصينيين طلبا للصحة والرخاء وجلب الحظ. ويوضح العارضون كيف تحولت الأطباق الصينية وأكثرها شهرة طبعا النودلز إلى فن يجمع ما بين الابتكار والنكهة والتوفير، وأن الصين تتفرد بتقنية الطهي على البخار كمثال يحتذى لثقافات الطعام في العالم كافة. مشاهدينا الكرام، أكيد معنا في هذه الحلقة مجموعة من المواضيع راح نسلط عليها الضوء. بيئة أبو ظبي تطلق برنامج تواصل مع الطبيعة وأيضا الشخصية الإيجابية وأيضا التصوير الفوتوغرافي، وأخيرا سنتحدث إن شاء الله عن الخط العربي. ونبدأ معكم مشاهدينا في خبرنا هذا، حيث أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة والصندوق الدولي للحفاظ على الحضارة في حديقة أم الإمارات بإمارة أبوظبي مبادرة تواصل مع الطبيعة، وهي مبادرة وطنية تثقيفية وبيئية تهدف إلى تشجيع الشباب الإماراتي بين عمر 15 و24 عام على استكشاف البيئات الطبيعية في الإمارات والتعرف على الحياة البرية الغنية وأكيد بيئاتها الفريدة. مشاهدينا للمزيد من التفاصيل انضم معنا عبر الهاتف الأستاذة خنساء إبراهيم البلوكي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في هيئة البيئة بأبوظبي. حياك الله أستاذة خنساء. مرحبا وسهلا أخوي علي. حياك الله، سعيد جدا بوجودك معنا ونتشرف فيكم دائما. بداية نود أن نتحدث معك بشكل عام عن المبادرة وما هي أهم أهدافها.
في البداية حبيت أرحب بكم وأشكر تلفزيون الفجير على الاستضافة. حياك الله. ومشكورين، أنتم تعتبرون حد من شركائنا الرئيسيين والمساهمين معنا في توعية المجتمع. أتشرف. بما يحافظ على بيئتنا وتراثنا ويحافظ على حتى عاداتنا وتقاليدنا. الله يسلمك. البرنامج نفس ما ذكرت، البرنامج يستهدف الشباب من عمر 15 من عمر 24، لان نحن في هيئة البيئة ابو ظبي مع شركائنا في صندوق الدولي للحفاظ للحضارة وشركائنا في البرنامج بشكل عام، دائما نتطلع ان الشباب يكونون من الروتين اليومي. نعم. ويتواصلون مع طبيعتهم ونباهم يعرفون ان طبيعه الامارات خلابه، ان كانت في ابو ظبي ولا في الامارات الشماليه ولا في دبي، انه نحن عندنا طبيعه حلوه نباهم يتعرفون عليها، انه يتعرفون على الكائنات الحيه اللي تستضيفها بيئه الامارات، وكيف ان نحن عندنا حتى انواع مهدده بالانقراض لو نحن ما حافظنا عليها، ولولا ان حكوماتنا بقياده الشيخ خليفه بن زايد لو نحن مش محافظين عليها كان ما بتتم حق الاجيال القادمه. نعم. جميل. ما هي الفرص ايضا التي تتيحها المبادره لاعضائها؟ المبادرة فيها ثلاث ركائز أساسية، هي الاستكشاف نفس ما ذكرت، نطلب ونطلع أن الشباب يستكشفون بيئتهم، التمكين من خلال البرامج اللي نحن راح نسويها للشباب أنهم يتعلمون كيف يتمكنون، كيف يكون عندهم القدرة أنهم يعيشون في بيئتهم حتى لو ما عندهم، يعني على أبسط الريسورسز اللي تكون موجودة عندهم أنهم يقدرون يعيشون فيها ويتفاعلون بينهم وبين بعض، أنه يتفاعلون بشيء من الطبيعة مو بألعاب إلكترونية. نعم. ولا غيرها. نعم. أستاذة خنساء، ذكرتي أن هناك أيضا نشاطات وفعاليات وبرامج طبعا تواصل مع الطبيعية إن شاء الله، نود أن نسلط الضوء عليها. ما هي، هل هناك مثلا أجندة معينة، هل هناك نشاطات وبرامج واضحة من الآن نوضحها للمشاهدين أكثر؟ أكيد، الحمد لله في وايد برامج، ونحن نفتح يعني البروجرام بشكل عام والبرنامج بشكل عام بيكون على مراحل. في هالمرحله في بيكون عندنا اول شيء الابلكيشن اللي نحن نحب الناس انه ينزلونه. نعم. ويسجلون فيه عشان بتوصل لهم الرسائل النوتيفيكيشن، يعرفون ان متى هم يقدرون يشاركون معنا في الفعاليات. نعم. حاليا بيكون عندنا الاطلاق، بيكون ندعو الناس انه يزورون محميه الوثبه، يزورون القدره في دبي وفي بعد اماكن ثانيه من خلال الابلكيشن راح يعرفون هالاماكن. نعم. وبعد طبعا الويب سايت بعد موجود، يستفيدون حتى في الويب سايت، ويب سايت التواصل مع الطبيعه وحتى ويب سايت هيئه البيئه ابو ظبي، يتعلمون المعلومات البيئيه، يتعلمون على الكائنات الحيه والتنوع البيولوجي اللي عندنا. نعم. جميل. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق للساده خنساء ابراهيم بلوكي مدير اداره التوعيه البيئيه بالانابه في هيئه ابو ظبي في هيئه البيئه بابو ظبي. شكرا جزيلا لك. شكرا، الشرف لي. شكرا. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج 7 على 7، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، واكيد مكملين معاكم في برنامج 7 على 7، والان ننتقل لفقره الاخبار المنوعه مع الزميله ليالي. مساء الخير ليالي. مساء النور لك علي ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. الله يحييك. شكرا. الله يحفظك. شو عندنا اخبار اليوم علي؟ في هذه الايام نشهد اعمال الدوره 49 لمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في سويسرا، ولابد لنا في هذه المناسبه ان نستذكر وان نتوقف عند كلمه كان قد القاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله قبل 18 عاما علي أمام المنتدى، وكان قد حدد فيها سموه وأكد على حتمية التغيير وعلى ضرورة التعامل معه بكل جرأة. وبالأمس أثبتت رؤية سموه الفذة والدقيقة والشاملة كان لها صدى في العالم عندما شهدنا تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية فعلا المتحدة. كان خبر رائع، وليس بغريب على الإمارات أن تبادر، وأن يعني هي دائما ما شاء الله تستضيف مثل هذه المبادرات وهذه الأفكار. اليوم دبي صارت ما شاء الله مركز لكل الأفكار ووجهة للمواهب ووجهة للإبداع. إذا نستمع التفاصيل معك. بالتأكيد. شكرا لك. العفو.
23 من يناير كانون الأول 2019. أصحابكم بهذه الجولة مشاهدينا على أبرز محليات الدولة. دشنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أو عفوا محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منظومة التسليح المتكاملة التي طورتها دولة الإمارات العربية المتحدة في طائرة بلاك هوك الهجومية، حيث أعرب سموه عن فخره بالتطور الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية الدفاعية، مما جعلها رافدا هاما للقوات المسلحة الإماراتية، مشيدا سموه بالكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة في مجال الصناعات الدفاعية الدقيقة والحيوية، مؤكدا سموه أن الدولة تسعى إلى بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية ترتكز على الكوادر والخبرات البشرية الإماراتية. وطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهم المواصفات والتطوير الذي أجرته قيادة الطيران المشترك مع منظومة التسليح في طائرة البلاك هوك الهجومية لحمل أنظمة تسليح متكاملة من الصواريخ بأنواعها الموجهة حراريا بالليزر والمضادة للدروع ورشاشات متعددة الأغراض، ليصبح هذا النموذج الأكثر تقدما وتطورا في هذه الفصيلة من الطائرات. على صعيد آخر، تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة البجيرة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم الغيوين، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلى، تقبلوا التعازي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية في وفاة المغفور لها الشيخة نيلة بنت راشد النعيمي، حيث أعرب سموهما خلال زيارة خيمة العزاء في أم القيوين عن صادق المواساة سيد إلينا العلي القدير أن يتغمدها برحمته وأن يلهم الله أهلها وذويها الصبر والسلوان. وتقبل العزاء إلى جانب سموهما سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين. كما حضر مجلس العزاء سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلى حفظهم الله تعالى جميعا ورعاهم. في محور آخر، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة على ضرورة احترام الكلمة وأهمية الاتحاد بين المثقفين، مشيرا سموه إلى الاهتمام بالترجمات الدقيقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفد المشاركين في المؤتمر 27 للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب. وفي إطار آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وفد جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة الدكتور أو ميونغ جون عميد كلية اللغات وثقافات الآسيوية في الجامعة. وأشار سمو إلى أهمية نقل اللغة العربية لمحبيها ومتعلميها والعاملين على تعليمها، مؤكدا سموه دعم مجمع اللغة العربية في الشارقة لبرامج جامعة هانكوك بكل ما من شأنه الارتقاء بتعلم اللغة العربية وعلومها وآدابها. والآن إلى سويسرا، حيث شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذي افتتاح الدورة 49 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأعرب سموه عبر حسابها على تويتر عن فخره بترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الذي يشهد مشاركة 3000 من كبار المسؤولين حول العالم، مشيرا سموه إلى أن الإمارات مشارك فعال في الحوار
العالمي الهادف للبحث عن حلول جديدة لتحديات المستقبل وبحث آفاق التطوير أمام البشرية. وأضاف سموه: نعزز ريادتنا المستقبلية من خلال تأسيس مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع منتدى دافوس، وهو المركز الأول عالميا الذي سيحصل على زمالة المنتدى. وستتولى مؤسسة دبي للمستقبل إدارة المركز الجديد الذي يمثل إضافة جديدة للتعاون بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. وبحث سموه مع كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي والتعاون المشترك في مجالات تبني أو في مجالات تبني تكنولوجيا المستقبل وتوظيف أدوات الثورة الصناعية الرابعة في ترسيخ نموذج جديد لعولمة المعرفة والابتكارات الهادفة للارتقاء بمستويات جودة حياة المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. إذن شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي توقيع اتفاقية تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، حيث وقع الاتفاقية معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والبروفيسور كلاوس شواب المؤسس الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف المركز إلى تطوير آليات وخطة عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تبني التكنولوجيا وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يعزز توجهات قيادة الإمارات في أن تصبح الدولة نموذجا عالميا رائدا في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل. أيضا التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تيم هوك رئيس شركة أبل خلال مشاركة سموه في فعاليات الدورة 49 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. وأكد سموه أن تجربة دولة الإمارات ودبي تمثل نموذجا في تطوير بيئة حاضنة للابتكار والتكنولوجيا وتشكل مركز جذب للشركات العالمية، مشيرا سموه إلى أهمية دور الشركات في التكنولوجيا العالمية وتطوير مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوظيف البيانات في إيجاد حلول للتحديات العالمية، مؤكدا ضرورة تعزيز الثقة بين المجتمع والشركات وتطوير منصة مشتركة لدعم الابتكار الرقمي وحوكمة البيانات والاعتماد عليها في صنع القرار. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع صندوق أبو ظبي للتنمية والبنك المركزي الباكستاني اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بإيداع 3 مليارات دولار أمريكي في البنك المركزي الباكستاني، وذلك بهدف دعم السياسة المالية والنقدية ومساعدة الحكومة الباكستانية على تحقيق استراتيجياتها التنموية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومع هذا الخبر من باكستان مشاهدينا أختم وإياكم هذه القراءة في الأخبار المنوعة. إليك علي. شكرا جزيلا ليالي على هذه الأخبار، مستمرين معكم مشاهدينا الكرام. وإلى موضوعنا التالي، حيث كشفت منظمة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور أكبر طبعا مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن نتائجها المالية لسنة 2018، حيث سجلت أرباح زادت عن العام السابق في 2017 محققة زيادة في القدرة الإنتاجية وقاعدة من المتعاملين وأيضا خدمات لمباني أكثر. المزيد في هذا التقرير. نتائج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي سنة 2018 الحمد لله تمكننا من تحقيق أرباح تصل أو عائد دخل يصل إلى 2 مليار و30 مليون، أرباح صافية 804 مليون درهم. مؤسسة الإمارات هي أكبر مزود لخدمات التبريد في منطقة
الشرق الأوسط والعالم ككل. حاليا نحن صار عندنا السنة اللي طافت نمو بنسبة 4% في الإيرادات، بالإضافة إلى أن زاد عدد المتعاملين. هذه السنة كان عندنا 85,000 متعامل، السنة وصلنا ل 100,000. عدد المحطات زاد من 73 محطة إلى 75 محطة تبريد. أصول الشركة نفسها زادت، وصلت إلى 11 مليار درهم، علما بأن مؤسسة الإمارات حديث المنشا عمرها 15 سنة. يوجد عندنا حدود 750 موظف موجودين في إمارة دبي. عندنا طبعا الحمد لله جوائز ومشاركات عالمية في الجمعية العالمية لتبريد المناطق، الجمعية الأمريكية للتبريد والتدفئة، وعندنا كثير contribution، عندنا كثير مشاركات في مجال صناعة التبريد. عرضنا أول محطة في العالم تعمل بالأوتوميشن خالية من العنصر البشري، وهذا بحد ذاته إنجاز. لو تنظر لنا مؤسسة من دولة الإمارات قدمت للعالم محطة بدون العنصر البشري مربوطة بالكوماند كنترول سيستم، هذا بحد ذاته إنجاز عالمي. لما عرضناها في الولايات المتحدة حازت على جائزة وتميز فيها. دائما وابدا الديستريكت كولينج او تبريد المناطق من الاركان الاساسيه اللي خفض الطاقه. نحن نتكلم عن حدود 30 الى 40% خفض من فاتوره المستهلك اذا كان مع نظام تبريد المناطق، وهذا شيء حقيقي. يعني في تجارب مرت الزباين عندنا طلعوا من بدانا من الصفر قبل 15 سنه، اليوم عندنا 100,000 متعامل، و100,000 هذا رقم كبير. نحن مستعدين نتوسع في اي اتجاه وللعمل مع اي شريك استراتيجي يرى ان فرصه وجود امباور معه تضيف لهم، نحن حاضرين وعلى هيبه الاستعداد. مشاهدينا الكرام، ما أجمل أن تنظر إلى العالم من حولك بشكل جديد من خلال التعرف على أسرار التصوير الفوتوغرافي. وكما هو معلوم أن التصوير الفوتوغرافي أصبح مهم في توثيق الأحداث التي تمر بنا في حياتنا اليومية. سنبحر معكم الآن في هذا العالم الجميل المليء بالمغامرات من خلال تعلم هذا، طبعا هذا الاحتراف الرائع. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ مبارك محبوب، أستاذ بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. حياك الله معنا أستاذ مبارك. حياك الله. سعيدين جدا بوجودك معنا. الله يحفظك. طبعا ما شاء الله فنون التصوير الفوتوغرافي يوم بعد يوم فيها تطور وفيها إبداع وأيضا ابتكارات جديدة من خلال التصوير. ما هي، بدأ قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، نتحدث عن أنواع التصوير الفوتوغرافي. والله هو الموجود الحين تقريبا أنواع التصوير، عندك تصوير الأشخاص، تصوير الطبيعة مثلا، تصوير الأطعمة، تصوير الرياضي، ومن غيرها بعد من أنواع التصوير. نعم، طبعا اليوم التصوير أصبح فن أساسي حال اللوحة الفنية التي ترسم. فنسمع أن هناك الفن التصوير التجريدي وأيضا التصوير الصحفي وغيره من أنواع التصوير. ما الفرق بين هذه الأنواع؟ والله شوف، أنت يعني أنا حتى من فترة بسيطة كنت في واحدة من الكلاسات كنت أشرح لهم تقريبا نفس المواضيع هاي، شو الفرق ما بين الصورة وهذه. نعم. فقالوا، قلت لهم يعني أنت يمكن توقف في مكان واحد، فعندك مثلا شخصين أو ثلاثة أشخاص، كل واحد يطلع لك بفكرة معينة بتصوير معين. فهذه ترجع للمصور نفسه، والهدف هدف الصورة نفسها هو اللي يحدد مثل ما نقول إحنا مصير الصورة. نعم. هل هي صحفية، هل هي مثلا رياضية، هل هي تجريدية، فعلى حسب نظرة المصور والنتيجة اللي يطلع فيها. نعم، اليوم أيضا مع ما شاء الله في الكاميرات يوم بعد يوم تتطور، شو هي أفضل الكاميرات اللي ممكن المصور يستخدمها على سبيل المثال الفن، الصورة التجريدية، الصورة الصحفية، الصورة الرياضية؟ تختلف الكاميرات وأيضا تختلف العدسات. صحيح. فشو الأفضل لكل شيء؟ هو ككاميرات يعني، شوف أنا دائما كل ما أبدي مثلا ورشي أو دوراتي أقول لهم
يجيني هالسؤال شو افضل الكاميرا اقدر اخذها وشو هل في عدسه تغنينا عن كل شيء. فدائما اقول لهم اذا انت بتبدي كمصور يعني يفترض انك تبدي بشيء بسيط صحيح. على اساس انك تتعود على التصوير نفسه بعديها تنتقل للكاميرات الاحترافيه لان هي في منها شبه احترافيه وفي منها الاحترافيه. فدائما انصحهم ان تبدي بالشبه احترافيه لين ما تتعود عليها بعدين تنتقل للاحترافيه. بالنسبة للعدسات ما في عدسة تغنينا عن كل العدسات. في بعض العدسات تساعدني كمصور أني ألتقط مثلا تصوير رياضي اللي هي التليفوتو أو الزوم على أساس أنه بحكم أن المكان أو الملعب اللي احنا نتعامل معهم ملعب كبيرة فمحتاج أنت عدسات كبيرة لكن أو مثلا تصوير الأطعمة أو تصوير الماكرو هذا لها عدسات خاصة. تصوير الطبيعة لها عدسات خاصة. فاللي يحدد نوع العدسة اللي نحن نستخدمها اللي هو طبيعة المكان أو طبيعة الشيء اللي احنا قاعدين نصوره. فدائما أقول لهم ما في عدسة تغنيك عن كل شيء. اللي يحدد نوع العدسة اللي تستخدمها طريقة تصويرك والفكرة اللي تبي تطلع منها. نعم يعني ما شاء الله أحيانا نفتح لبعض الأكاونتات للمحترفين في التصوير في النهاية شو مصور بالتليفون صح مع أن الصور رائعة تقول مستحيل أن هذا التصوير صح. من عدسة التليفون. فهذا يعتمد مثل ما ذكرت تأكيدا لكلامك يعتمد على طريقة الاستخدام صح. اختيار الزاوية اختيار حتى التتشات البسيطة خلنا نقول البرامج اللي تجمل الصورة. ما هي أساسيات تصوير الضوئي؟ الأساسيات أنا أحطيها في شقين. نعم. تقدر تقول إن في شق منها تقني، نعم. شق منها فني. التقني طبعًا تعرف شو نوع الكاميرا، شو نوع العدسة، استخداماتها، التقنيات الموجودة في الكاميرات، استخدامك للإضاءة، هاي من ناحية تقنية. من ناحية فنية طبعًا تقدر تدخل فيها في موضوع الفن وما فن الزوايا اللي تأخذها، قوانين التصوير اللي هي القواعد اللي إحنا نستخدمها. الفنيات اللي احنا نتعامل معها نعم. فهاي اغلبها اجمعها في قالب واحد واعطيها كاساسيات نعم. انك تعرف الزاويه تتعود على الزاويه يكون عندك تغذيه بصريه تشوف صور ثانيه تتعمق في التصوير يعني بمراحله بس يكون ستيب باي ستيب لين ما توصل انت للتملك او المكنه انك انت تقدر تتعامل مع الكاميرا باحترافيه زائد انك تطلع بمواضيع كصور وكرسائل مثلا من ناحيه الصور تكون بيرفكت. نعم اليوم العالم ما شاء الله اصبح فيه محترفين متميزين حتى على مستوى الامارات فيطلع المصور يقول انا بسوي شيء جديد مع وجود كم هائل من الصور الموجوده في الارشيف خلينا نقول عبر الانترنت او عبر وسائل التواصل الاجتماعي احيانا الواحد يحبط يقول انا وين بقدر اصور مثل هذيل او وين ما اقدر اصور صوره افضل منهم صح. فلذلك يمكن ربما تكون عنده موهبه فيترك المجال من البدايه. هل يعني وجود مثل هذه الصور الاحترافيه وان الناس سابقتنا في هذا المجال هل يحبطها هذا الامر او اصلا يشجع المفروض؟ هاي ترجع للمصور نفسه يعني اول ما بدينا نحن مثل ما ذكرت احنا نشوف صور الصور هذه تقدر تقول انه الواحد يشوفه يقول واو. فإينا بعض الإحباط كيف أقدر أوصل لهالمستوى هو وصل لمستوى عالي أنا ما أقدر أوصل له أكيد عنده تقنيات خاصة أكيد عنده أسرار أكيد وأكيد لكن ما أتوقع أن هذا يعني شيء صحيح لأن مع الممارسة بتمارس نعم. مرة مرتين ثلاث بتعرف التقنية أو الاستراتيجيات اللي هو شغال عليها كمصور ممكن تقدر توصل لأفضل منه نعم. يعني حتى في مرة من المرات كنت أتعامل مع مصور فكان يراويني اكاونت واحد ما شاء الله من المشاهير فكانت عنده طريقه خاصه في التصوير فقلت له احنا نقدر نسوي احسن منه فكان عنده نوع من الاحباط يقول لا مستحيل وهذا واصل فقلت له ان شاء الله اتوقع ان بعدها بشهر ونص بدينا نشتغل انا وياه طلع المونتاج قلت له شوف الفرق لدرجه ان في ناس فكرت ان الشركات عالميه مصوره هالتصوير وقال مستحيل انتم الشخصين المصورينها ما شاء الله فقلنا ليش يعني ما في فرق ما بيننا وبينهم الفرق قلنا وهو سعى وصل للي يبغيه نعم. فليش ما احنا نسوي مثله الخطوات اللي هو خطاها نطورها أيوة. هذا نعم ممكن تطورها ايوه تقدر تطورها يمكن تضيف افكار هو ما اضافها يعني صحيح. هو يمكن وصل لمرحله
وقال هذا مستواي، انت تقدر تضيف افضل عنه. نعم. وهي طبعا تقدر تقول انها ترجع للمصور نفسه. جميل جدا. طبعا التصوير موهبه في الاساس، ولكن لا شك ان الدورات والورش والدراسه الاكاديميه لها دور جدا في صقل هذه الموهبه. اهميه الدراسه، دراسه التصوير الضوئي اكاديميا استاذ مبارك؟ هو لابد من انك انت تكون عندك في اي مهاره طبعا تتعامل معها، يفضل ان يكون عندك المهارة وفي نفس الوقت المعلومة. يعني حتى أنا كنت أتكلم مع شخص أمس أقول له تخيل أنك أنت رحت وصورت مثلا طير. نعم. وهو يدخل في البحر ويأخذ اللي هي الطعم. صحيح. صحيح. أو السمكة. فقلت له أغلب نحن شو نسوي، صورها أوكي وحطيناها ونشرناها وتكلمنا عنها، لكن قليل جدا ما يعرف شو اسم الطير نفسه، شو اسم السمكة نفسها. نعم. فقلت له هذه يضيف لك أنت كشخص ثقافة. ثقافة. وثاني شغلة سبحان الله، يعني الحين مثل ما قلت أنت انتشر التصوير، فأغلب الجهات اللي تحاول أن مثلا توظف أو تدخل موضوع الميديا في العمل يتطلب منه أن يكون عند الشخص اللي قاعد يتعامل معهم موهبة وفي نفس الوقت دراسة أكاديمية. نعم. يعني أنا أكون مطمن أن الشخص اللي قاعد يتعامل معه عنده جانب مهارات، عنده ابداع وعنده هذا، وفي نفس الشيء وفي نفس الوقت عنده جانب اكاديمي ان هذا دارس، فلو بيتعامل معه بيتعامل معي بشيء احترافي. صحيح. وتكون عنده اللي هي المعلومات اللي انا محتاجها. نعم. اقبال الشباب الاماراتي اليوم ما شاء الله ايضا رائع جدا على التصوير الفوتوغرافي وكافه المواهب الاخرى. دعنا نتحدث من خلال تعاملك انت معهم، كيف رايت اقبالهم وكيف هو تعاملهم ومدى ثقافتهم؟ والله احنا نتوقع ان الحين بعدنا في اول سلمه في موضوع التصوير، لان لو بتكلم مثلا عالميا في ناس وايدين سبقونا في التصوير، فتعتبر عندنا احنا ثقافه التصوير بعدها جديده، لسه الناس قاعده تاخذ عليها. في ناس مع احتكاكي معهم يعني يقولون احنا والله وصلنا مستوى الاحتراف، لكن ما اتوقع انه وصل لمستوى الاحتراف، لان لازم يقطع شوط كبير ومحتاج فترة. ولكن الحمد لله لك يا رب. لو أنت بتتكلم من كشاب إماراتي أو كشاب خليجي، قدرنا نوصل وننافس حتى المصورين العالميين في أعمالنا، فهذه تنحسب لنا نحن. نعم. الورقة الرابحة. وأكيد خير دليل وجود المعاهد والأكاديميات المتخصصة في تطوير مواهب المواطنين والمجتمع الإماراتي بشكل عام. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الأستاذ مبارك محبوب، أستاذ بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام استمرين معكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، قد يمر الشخص بالعديد من المواقف الصعبة، ولكن يتصف الشخص الإيجابي بقدرته على التكيف مع هذه الأحداث والمرونة في التعامل مع الأمور المختلفة والقدرة على الحفاظ على سير الروتين اليومي أو الانضباط ردة الفعل أثناء التعامل مع النكسات والصعوبات. والحديث أكثر عن هذه الشخصية معنا في الاستوديو الأستاذة عاشة البيرق، مستشار في التنمية البشرية. حياة شرم على الأستاذ عاشة. أهلا أستاذ علي. الله يطول عمرك. سعيدين جدا بوجودك معنا. وبداية أكيد موضوع هذا مهم جدا، والكل يبحث عن الإيجابية وأن يكون سعيد وأن يتعامل مع صعوبات الحياة بطريقة سلسة وبطريقة إيجابية. ما هي مميزات الشخصية الإيجابية بداية؟ دائما نحن في حياتنا نبحث عن الإيجابية مثل ما قلت. نعم. والشخصية الإيجابية دائما تتسم بقربها من الله سبحانه وتعالى. نعم. شخصية دائما تنظر إلى الجانب المشرق في حياتها. شخصية اجتماعية في علاقاتها، صادقة في مشاعرها. شخصية دائما تسعى لتطوير ذاتها، وكذلك هناك مصالحة دائمة، وهي من الشخصيات التي دائما تتعرف على كل ما تملكه من طاقة وتعمل على تأهيل هذه الطاقة بما يؤهلها أن تستمر أو تتكيف مع الحياة. دائما تجد هذه الشخصية الإيجابية من الشخصيات المستمعة. ثم بعد ذلك تبدأ في مبادرة بالحديث، دائما متعاونة، شخصيات دائما تبادر في تقديم العون،
شخصيات متطوعة لا تحب أن تفرض نفسها، متفائلة مرنة. نعم جميل جدا. لا شك أن أيضا هذه الشخصيات لها تأثيرات على من حولها. لا شك. ما هي هذه التأثيرات؟ دائما نلاحظ أن الشخصية الإيجابية تسعى دائما لتحقيق التوازن في المجتمع، وتحقيق التوازن لا يحدث بين يعني لحظة أو ثانية، أو لابد له من مراحل. نعم. فهذه الشخصية دائما تسعى لتطوير نفسها وتقبلها لكل الظروف مثل ما قلت منذ قليل، لكي تتكيف مع جميع الأنماط، فبالتالي تستطيع التأثير عليها وتحقيق الهدف الذي تناشده. لأن نلاحظ أن الشخصية الإيجابية من أهم صفاتها كذلك أنها دائما تحدد أهدافها وتربطها طبعا بالأولويات التي تحتاجها لتستمر الحياة بطريقة متزنة، وبطريقة مثل ما قلنا تؤهلها لكي تخترق أي عقبة أو منغصات في الحياة، إلى جانب أنها أيضا من الشخصيات التي تحترم المسؤوليات التي توكل إليها، ولكن بطريقة لا تحمل نفسها ما لا طاقة له. جميل. وكذلك يعني تدير وقتها بشكل عجيب. ربما بعض الشخصيات تقول كيف تستطيع أن توازن مع أكثر من مهارة أو هواية أو مثلا علاقات، لكن تجدها تستطيع أن تضع كل شيء في موضوعه الصحيح بطريقة تجعله عادة يومية، نظام حياة. جميل جدا. البعض يقول أن يعني وهذا موجود، هذه يعني هذه الشخصية موجودة في المجتمع، يقول لك أنا ما أقدر أكون إيجابي، بمعنى أن ما أقدر أتحمل فلان وعلان، ولما تصير المشكلة أنا اللي أسكت وأنا اللي أبلعها. خلنا نكون صريحين واقعيين أكثر. يقول لك أنا مش مستعد أن أتحمله، حاول تكون إيجابي، حاول تمتص غضب، يقول لك أنا مش مسؤول. كيف نفرق ما بين الشخصية الإيجابية أن أكون إيجابي في التعامل مع الآخرين، وأيضا أن لا أقع في فخ هذا الفخ اللي هو أن لما أنا ما أسمح لمثلا أن يخطي معي، لأن البعض شو للأسف شو يصير يكون إيجابي بمدى أن الطرف الآخر أيضا يتعدى عليه. أكيد. فكيف أنا أكون شخص إيجابي وحافظ على دائرتي الخاصة بحيث ما حد يتعدى علي وما حد يؤذيني، لأن في النهاية إذا أنت صرت فاتح إيدك دائما ممكن تنأذي. هذا يذكرني بقصة للرسول صلى الله عليه وسلم. كان دائما يعني نحن نتلمس يعني القيم والأخلاقيات برسولنا باعتبار القدوة والأسوة الحسنة له في علاقاته مع اليهود. كان هناك في موقف مع يهودي كان له معاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ليأخذ منه المال. بطبيعة اليهود مثل ما قلت مستفزين، شخصيات دائما تبادر لإثارة غضب الشخص الذي معها أو التعدي عليه. فكان الرسول بصحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمل اليهودي على الاستفزاز ليحصل على المال، ولكن بطريقة أن يتمادى على الرسول باليد. فطبعا غضب عمر، ونحن يعني ندرك صفات عمر بن الخطاب، فكان الرسول يتسم بالحلم والاتزان في هذه المواقف. وهذه هي الشخصية الإيجابية، أنني أستطيع أن أمتص غضبي وأسيطر على مشاعري أثناء تناولي أو التعرض لهذه المواقف. نعم. وبالتالي بدل ما أنه يعني ينفعل كرسول وكقيادة، لا، أمر عمر بن الخطاب أن يعطيه المال مضاعف عليه 20,000 دينار. نعم. فوق مال، جعل اليهودي يصمت ولا يستطيع، بل يعلن إسلامه. نعم. إذن أنا عندما أتحكم في مشاعري وأكون لدي حجة وأكون صاحب علم وثقافة وقدرة على امتصاص غضب من حولي، إذن أنا أستطيع أن أحول هذه السلبية التي يمتلكها هذا الشخص إلى إيجابية تجعله يعترف بخطأه. ويعود عنه. جميل جدا. كيف أنشر هذه الشخصية في المجتمع؟ أنا كشخص على سبيل المثال إيجابي، وأريد أن أغلب اللي حولي يتحلون بهذه الصفة ويتحلون ب يعني ما أريده أنا أن يكون في المجتمع.
دائما إذا نظر الإنسان لنفسه وما يمتلكه من نعم واقتنع بها، لازم هناك في نوع من القناعة والرضا. نعم. وبكل أمر من الأمور بأنها قضاء وقدر، سوف تجد أن هذا الشيء يتسم ويتحول لسلوك يقوم به ويبادر به في عمله. نعم. فبالتالي نلاحظ الشخصيات التي تحيط به تتأثر. ربما في التغيير في البداية دائما يكون صعب، لكن مع المحاولات مع الممارسة اليومية التي يقوم بها الشخصية الإيجابية. ولاحظ أستاذ علي، يعني أنا إذا كل ما أستيقظ في الصباح وأتناول جرعات من الكلمات الإيجابية، أنا سوف أكون أفضل شخصية سعيدة، أحقق السعادة، أمنح العطاء، أمد يد يعني المساعدة لكل من يحتاجني، أنا سوف أبادر بتقديم مثلا الكلمة الطيبة، دائما لها دور يعني سحري وتفتح مجالات للحوار. نعم. وكذلك عندما أتناول في محيطي الشخصيات اللي يعني صعبة التغيير، نعم، يفضل أن أمنح الفرصة في الحديث. صحيح. منح الفرصة في الحديث والتفريغ الشحنات السلبية إعطاء بوابة للتغيير في المستقبل، وبالتالي تلاحظ أنه تكون قابلة حتى لو كانت في عناد بينها وبين ذاتها. نعم. لكن في نهاية الأمر سوف تتقبل فرصة التغيير. نعم. وتكون إيجابية. نعم. البعض يجد لنفسه أعذار يعني ليبرر مثلا وضعه أو نفسيته أو حاله في الوقت الآني، يقول أنا تعرضت لي يعني يعيش الماضي، يعني أنا تعرضت لي مثلا طفولة قاسية، أنا تعرضت لمواقف مؤلمة، لعقد نفسية، فيرمي ويبرر شمع يعلق عليها مثل ما ذكرت. فهل الشخصية الإيجابية مرتبطة بطريقة البيئة المجتمع، أم ربما من بطن خلينا نقول المأساة يولد الفرح وتولد السعادة؟ أكيد. نلاحظ مثل ما قلت، احنا اذا تناولنا الشخصيه السلبيه دائما شخصيه تعيش دور الضحيه وانها حبيسه الماضي. صحيح. والمؤثرات السلبيه وتاخذ العزله والانطواء حتى عن ذاتها، وتشعر دائما بالنقص والخوف، وتسعى دائما ان هي تكون تحت ظل شخصيات اقوى منها حتى لا يعني تشوش عليها او مثلا تكشف مدى جانب الضعف لديها، وغير قابله ابدا نهايه للتغيير. لكن تلاحظ الشخصيات الايجابيه بالعكس، تجد أن كل عقبة هي بوابة لسعادة، بوابة لتحقيق طموح، وأن إنجازاتها التي حققتها ما هي إلا من خلال هذه العقبات. نعم. والمشكلات، ولا تنظر لهذه العقبات بأنها عقبة أو مصيبة، لا، بل إنها دافع لتحقيق هدف. نعم. وبالذات الشخصيات الإيجابية تكون وقود للشخصية الإيجابية. نعم. ربما الكثيرين الآن يشاهدوننا عبر الشاشة ويسألون السؤال، كيف يتم التغيير؟ دائما التغيير أنا أتلمسه من واقع يعني خبرة واستشارة. نعم. تقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني الإنسان لا يستطيع أن يغير شيء إلا إذا الله يعني غير هذا الإنسان بما فيه داخله يعني. نعم. ومحاولة المصالحة مع. نعم. الذات، وكذلك أن أعرف ما أمتلك ولا أعيش جو المقارنة. لا، أكون راضي بما أمتلكه من طاقات، أحاول أن أطور من نفسي، أكتشف مواهبي، أسعى دائما أن أكون العنصر الفعال في المجتمع، صاحب الإنجازات، أفتخر بكل ما أحققه، ودائما أعتز وأثق بنفسي. الثقة بالنفس ترى هي نوع من أنواع السعادة، لأني. صحيح. أنا من خلالها أستطيع أن أواجه كل الصعوبات وبكل إرادة قوية. يعني لو نلاحظ إحنا يعني فئة أصحاب الهمم، أشخاص ممكن يكونوا عاجزين جسديا أو مثلا ذهنيا، لكن رغبتهم وإيجابيتهم ابتسامتهم الدائمة. صحيح. تمنح الإنسان الذي أمامهم يعني الثقة بأن هناك أمل. صحيح. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، شكرا لك للسادة عاشر بيرق، مستشارة في التنمية البشرية، شكرا جزيلا لك. العفو أستاذ، أنا جدا سعيدة بهاللقاء. شكرا. شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا.
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. الخط العربي هو فن وتصميم الكتابة بطريقة إبداعية ومحترفة، وأكيد تستعمل وتستخدم فيها الحروف العربية، بما أن لها طبعا وبكونها تتميز بجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتشابك والتركيب. أكيد الحديث أكثر عن تفاصيل هذا الإبداع معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد أبو المجد. حياك الله معنا، مدرس في أكاديمية الفجيرة. محمد أبو المجد مدرس في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حياك الله. حياك الله أستاذ علي، تشرفنا بحضرتك. الله يحفظك، سعيدين جدا بوجودك أستاذ محمد. طبعا ما شاء الله الفن هذا منذ فترة طويلة وله ومنذ العصور السابقة ولا زال مستمر بأشكال وإبداع متجدد دائما. ما هي ميزة الخط العربي؟ هو أولا الخط العربي من أهم المميزات فيه أنه يمثل حضارة قائمة بالشكل الأساسي على الحضارة الإسلامية. أنه هو أولا كان سابق للحضارة الإسلامية في فترة كبيرة، لكن نزول القرآن الكريم والإسلام من عوامل ازدهار الخط العربي بشكل عام، لأن أصبح السلاطين والأمراء يهتموا بكتابة القرآن الكريم وهكذا والأحاديث النبوية. نعم. فكان أسهم بشكل مباشر في تطور الكتابة بشكل كبير يعني. جميل. الأنواع الخط العربي أستاذ. الخط العربي طبعا زي حضرتك سأل هو بشكل عام يعني قائم على الأشكال كثيرة جدا. نعم. من أهمها خط الثلث، خط الرقعة، خط الديواني، خط النسخ، خط النص تعليق. كل خط من دولت بيهتم بشكل معين، يعني مثلا خط الثلث بيكتب به العناوين الرئيسية في الصحف أو مثلا في المساجد آيات القرآن الكريم أو أسماء الصور. بالنسبة لخط النسخ هو دايما اللي بنشوفه دايما في المصاحف. تمام. إن هو خط أساسا قابل يعني كتابة النسخية الكتيرة وقابل للتشكيل. خط الرقعة هو الخط بتاعنا في كتاباتنا اليومية بشكل عام، هو خط سهل وإيه وقابل إن هو يتكتب بسرعة. دايما أغلب الشعب العربي دايما أو اللي بيكتب اللغة العربية متأثر دايما بخط النسخ وخط الرقعة. نعم. جميل. جماليات الخط العربي أستاذ محمد ما هي؟ جماليات الخط العربي أولا هو شكل هندسي. يعني الخطاط دلوقتي لما بيكون عنده نص دلوقتي حابب يكتبه لازم يكون عنده من القدرة إن هو يطوع النص ده في شكل جميل، ممكن يطلع في شكل دائري، شكل بيضاوي، أو إن هو مثلا يستخدم أشكال جديدة، يعني أشكال غير مألوفة، أشكال حداثية. فهو ميزة الخط العربي إن هو خط قابل للتطوع، يعني أنت وحسب مرونة الفكر بتاع الشخص ده في الفن يعني. نعم، رائع جدا. ونعود أكيد لتاريخ الخط العربي، هل هناك بعض المصادر مثل ما قبل الإسلام للخط العربي؟ هو أهم مصدر من مصادر الخط العربي قبل الإسلام هو الخط الكوفي أو الكتابات القديمة، كانت الخط الكوفي القديم. تمام. ثم أصبح تطور إلى أن هو بقى الخط الكوفي المصحفي أو ثم الخط الكوفي الفاطمي. في كل دولة أصبح يعني كل دولة سواء دولة المماليك أو الدولة العباسية أو كذا من دول الخط أصبح تطور فيها. فبدأ بالخط الكوفي. تمام. ده أقدم الخطوط العربية بشكل نعم. عام. نعم. نحن حابين نشوف شيء معاك ومع المشاهدين بطريقة كتابة الخطوط. تمام. ما أدري اختار. أولا بنعرف الناس على الأقلام. نعم، على الأقلام. تمام. ده قلم طمار خشب عادي جدا. تمام. وفي أقلام عادية تانية، ده بيكون القلم هنا مشقوق عشان يمتص الحبر. صحيح. تمام. زي خزان مؤقت كده للحبر. في القلم ده عادي نفس الفكرة، هنا القلم ده قلم طمار. جميل. نستخدم اللون الأحمر. خلاص. طبعا هل هناك اوراق معينه ايضا ل طبعا الخط بشكل عام ليه اوراق اسمها اوراق مقهره. بمناسبه ان احنا في عام التسامح هنكتب بخط الخط الديواني. نعم، بالخط الديواني. الخطوط عاده مرتبطه ربما بدول او برقعة جغرافيه معينه، على سبيل المثال الخط الكوفي معروف هو في العراق. هو نشأ في العراق. نعم. تمام. وتطور في باقي البلاد، يعني هو مش ما استقرش في بلد معين، لكن هو نشأ من بلد معين. نعم. زي دلوقتي برضو خط النص تعليق او الفارسي. نعم. هو مع ان نشأته ليست فارسية، لكن هو دلوقتي اصبح مرتبط ببلاد فارس وايران. نعم. ولكن الخطوط الدارجة والمستخدمة عادة في اغلب الدول العربية هي مثل ما ذكرت خطوط
النسخ، النسخ الرقعة والرقعة، هالخطين الأساسيين، النسخ والرقعة والثلث والفارسي أيضا والدواني. لكن هي في الفرق أستاذ علي بين الكتابة العادية للناس العاديين اللي مش خطاط، هو كتابته بتندرج بين الخطين دولت، يا إما رقعة يا إما نسخ. نعم. لكن الخطاطين طبعا بيكتبوا باقي الخطوط كلها. كيف ترون أيضا أستاذ محمد إقبال الشباب على هذا الفن حاليا؟ هل هناك إقبال من الشباب في الوساطة العربية؟ والله يعني بالنسبة لنا حتى هنا تجربتنا في الأكاديمية، نعم، في إقبال جدا كبير جدا من الشباب على التعلم الخط العربي، يعني بنسبة كبيرة جدا، وده من الأشياء الجميلة جدا هنا في الإمارات. نعم، الشيء الجميل أيضا لاحظته من خلال تصفحي في الإنستغرام أن اليوم الخط العربي أصبح يستخدم على لوحات فنية. يعني على سبيل المثال كتابة آية معينة أو حكمة معينة، وتستخدم هذه اللوحات في وضعها في المجالس في البيوت بشكل عام، فهذا أمر رائع أيضا. هو ده من باب حتى اختيار النص المناسب، إن خطط وطريقة الخط والألوان بيختار النص يكون مناسب، إما آية قرآنية حديث حكمة، يعني لازم يكون في رسالة من خلال اللوحة نفسها. نعم. إضافة للشكل الجمالي طبعا اللي هو اللي بيلفت انتباه الناس في الأول يعني. نعم. نعم أيضا ما شاء الله هناك إبداع جديد ما شاء الله للخطاطين، يعني أيضا غير أنهم ما شاء الله هذه طبعا لوحة جاهزة ما شاء الله، عام التسامح رائع جدا طبعا ما شاء الله، خط الديواني، هذا خط الديواني جميل، وهناك أيضا ما شاء الله خطوط، في خطوط أخرى مثلا خط الثلث، خط الرقعة، خط الفارسي. نعم، أبغى أسألك أستاذ محمد عن ما شاء الله بعض الخطاطين يتميزون أيضا بموهبة الرسم ويجمعون ما بين الأمرين، وأنت ما شاء الله أيضا لك موهبة بالنسبة للخط. نعم. بشكل عام هو برضو في قائم على الرسم، رسم الحروف بشكل عام. صحيح. بالنسبة للناس اللي بترسم لما بيجي يخش مجال الخط بيلاقي الموضوع سهل شوية وسلس. نعم. إن هو بيعرف يرسم، يعني عنده الموهبة دي أوريدي، فبالتالي لما يجي أنا بعلمه الحروف هي قائمة على الرسم وشوية قواعد، فبيبقى الأمر سهل عليه. نعم. طيب نحن بعد طبعا نشوف لوحة ثانية بخط آخر، ما أدري إذا هذا طبعا خط الديواني، خط الديواني، هذا الخط الديواني. نعم الآن خط الرقعة. جميل، نشوف مع المشاهدين خط الرقعة. هو ميزة خط الرقعة زعلين هو يعني خط سهل شوية، حتى ده في البدايات عندنا في الأكاديمية دايما بنبدأ بخط الرقعة نظرا لسهولته، يعني وبسهل على الطالب في البداية ان هو يبدأ بخط ما فيهوش دورانات وما فيهوش صعوبة في كتابته يعني. نعم، هناك إقبال أستاذ محمد في الأكاديمية من قبل الشباب جدا ما شاء الله، في إقبال جدا كبير يعني. الأعمار ما بين كم وكم ما شاء الله؟ الأعمار عندنا يمكن من 8 سنوات لعند 60 عام ما شاء الله. تمام، ونسبة الإقبال كبيرة يعني بشكل عام في جميع الأقسام عندنا في الأكاديمية، الخط عندي تقريبا يكاد ان هو يكون قرب من 70 طالب ما شاء الله. جميل جدا، وهذا دليل على ثقافة المجتمع في الفنون طبعا، بالفنون والاهتمام بهذا الإرث العظيم بشكل عام يعني الأمة العربية. نشكر طبعا الشيخ محمد، هو يعني على رأس الأكاديمية ورئيس مجلس الأمناء ان هو أقام الأكاديمية. نعم فعلا أحدثت نقلة جدا رائعة في كل الفنون طبعا. صحيح، والله ده خط الرقعة ما شاء الله أبدعت أستاذ محمد، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، وما شاء الله عليك يعني فعلا بهذه السرعة وكتبت بهذا الخط العيال، لو خدت وقتك أتوقع يعني لا بالعكس تطلع بطريقة أجمل. بالنسبة لي أيضا الأكاديمية، هل هناك بعض المسابقات بعض الفعاليات أو هل هناك مشاركات من قبل الأكاديمية مع المعاهد الأخرى في الدولة؟ هو طبعا من أكبر المميزات في الأكاديمية عندنا أنها بتهتم بالطالب من بداية أنه هو بيتعلم من الصفر. نعم. لعند لما هي بتفضل معاه لما يقيم معرض شخصي وتحطه على الطريق أنه هو يعمل معارض سواء داخلية أو خارجية. طبعا اتفاق إحنا عندنا إيطاليا طبعا عمل معها اتفاقية، فبنسفر الطلاب دايما. ما شاء الله ما شاء الله، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، شاكرين لك وجودك معنا اليوم. شرفت بحضرتك جدا الأستاذ محمد أبو المجد، أستاذ خط عربي بأكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة، شكرا جزيلا. شرفت جدا سعادة، يعطيك العافية. ما قصرت مشاهدينا مع هذا الجمال، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي أنا علي بوبر، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في أمان الله ورعايته.